ترتيباتنا في الزيارات الجمعيه الاكثر احتياجا الى الزياره يعني. والنهارده احنا بنرى ان الشبان المسلمين في الوادي الجديد هي في حاجه الى دعم المركز العام ليها حتى تستطيع النهضه بكثير من الامور الخاصه بهذا البلد والدخله والخارجه والفرافه وباريس وغيرها من القرى الاخرى والمدن. كل هذا جعلنا نضع ايدينا في ايدي شبان المسلمين في محافظه الوادي الجديد حتى نستطيع النهوض بمستوى المواطن. المواطن بعد الثوره لابد ان يحصل على حقوق كثيره كانت يعني او كان محروم منها حتى وقت قريب. الحقيقه كان لزاما ايضا في هذه الزياره نلتقي بالسيد المحافظ لكي نضع ايدينا جميعا مع بعض في اطار المساهمه من اجل يعني تطوير هذا البلد وهذا الوادي الواسع الكبير. ايضا اهميه الوادي الجديد باعتبارها تعادل تقريبا نصف مساحه مصر تجعلنا نضع الشبان المسلمين في الوادي الجديد في اولوياتنا، وايضا نهتم بشكل خاص بانشطه واهداف ومبادئ الشبان المسلمين في هذا الوادي سواء في المدن البعيده او في الخارج العاصمه. طب وهي ايه هي ابرز الانشطه المدرجه على حضرتك في جمعيه الوادي الجديد؟ والله جمعيه الشبان المسلمين هنا جمعيه مشهود لها، ده هي جمعيه رائده بطبيعتها حتى في احلك الظروف، حتى في ظل النظام السابق وما كان يستتبع ذلك من وجود يعني تضييق على الجمعيات الاهليه وخاصه الشبان المسلمين، كانت الشبان المسلمين سباقه هنا في هذه المنطقه في تلبيه رغبات المواطنين، في الالتحام بقضايا المواطن الغلبان الكادح في الوادي الجديد. كانت ايضا رياضيه تضم شباب الوادي لممارسه لعبه الرياضه في وقت تفتقد فيه المحافظه الى اهم اساسيات ومكونات العمل الرياضي. كانت الشبان المسلمين في الوادي الجديد قبله للرياضيين او لراغبي التدرب على الاعمال الرياضيه والنشاط الرياضي، لذلك نرى انها اولى الجمعيات الان بالدعم في مجال الرياضه والدعم ايضا في مجالات اخرى خاصه بالشباب سواء في التوعيه او في تدريب الشباب على امور كثيره من الممكن ان يكون بها خلال هذه المرحله. ايه هي فرق اشكال الدعم التي تقدم للشباب؟ الدعم له انواعه بالنسبه للمركز العام، الدعم ليس فقط دعما ماديا ولكنه ياخذ اشكالا اخرى كثيره منها اسلوب الاداره، اسلوب وضع برامج وخطط نقوم بتنفيذها سويا. المركز العام مع جمعيته الفرع هنا ايضا نتعاون مع محافظ الاقليم كالسيد طارق المهدي محافظ الوادي الجديد من اجل ان نضع جميعا خطه مدروسه ونعمل جميعا كاضلاع مثلث اشبه باضلاع مثلث الجمعيه المركز العام المسؤول الحكومي وهو المحافظ من اجل تحقيق الهدف الذي ننشده وهي ان تكون الشبان المسلمين محققه لاحتياجات المجتمع المحلي سواء فيما يتعلق بمستشفى خاصه مطوره وليست مستشفى كالمستشفيات الحكوميه. لدينا مستشفيات خاصه الحقيقه في مصر نموذج في الشبان المسلمين، منها مبر الشبان المسلمين في المنصوره، منها مبر الشبان المسلمين ايضا في البحيره، منها مبر الشبان المسلمين في العديد من المحافظات الاخرى. نريد للوادي الجديد ان يكون به مبر اي مستشفى خاص مطور حديث يستطيع اجراء عمليات جراحيه ويستطيع تلبيه رغبات المواطنين في العلاج من الامراض المزمنه والصعبه. نريد ان يكون الوادي الجديد خصوصيه في علاج وفي تعليم خاص ايضا من خلال انشاء مدرسه جديده للشبان المسلمين، مدرسه لغات، مدرسه تعمل على تنشئه دينيه صحيحه تنشر الوسطيه والاعتدال الذي يتسم بهم الاسلام وليس يمينا او يسارا ولا اتجاه سياسي ولا اتجاه متطرف، ولكننا نؤكد على خطه الشبان المسلمين ونهجها ومبادئها في ان يكون ابنائنا لهم شيم الاسلام الحسنه التي تعبر عن الدين الاسلامي واعتداله وسماحته وتعاونه مع كافه الاجناس. عايز اسال حضرتك برضه عن صدى المؤتمر اللي حضرتك قمت فيه امبارح اللي هو ماذا اسرع عنه؟ والله صدى المؤتمر نتائج عمليه ملموسه على ارض الواقع، نحن نسعى الى تحقيق ما اتفقنا عليه من حيث المبدا. نحن وضعنا بروتوكول تعاون شكليا يتعلق بانشاء نادي رياضي كبير داخل محافظه الوادي الجديد على ارض مدينه الخارجه، تديره وتنشئه ويخضع لجمعيه شبان المسلمين بالخارجه والجمعيه المركزيه بالمحافظه، ثم مستشفى خاص بجمعيه شبان المسلمين في الدخله في موط. هذا المستشفى كمبره لعلاج المحتاجين وغير القادرين والامراض المزمنه، وقد سوف يكون مستشفى يعني على نسق عالي من الاستعداد والامكانيات.
الامكانات ان شاء الله، ثم نعمل على استكمال مدرسه حفظ القران الكريم في مدينه باريس، في واحد باريس، جامعه الشباب المسلمين هناك تمارس عملا ايضا يعني يحتذى به. كذلك الفرافره بنعمل على دعم النشاط الرياضي والديني والثقافي بشكل اجمالي، وحفظ القران الكريم فيها ان شاء الله.